بسم الله. السلام عليكم كوتش. السلام ورحمة الله، مرحبا بكم هنا. شكرا على قبول الدعوة لإجراء هذا الحوار. جينا لهنا لبن عكنون باش نحكيو معك على الفريق ديالك وعلى نهاية هذا الموسم. مرحبا بكم يا خويا، راكو هنايا في داركم، ملعب تاع بن عكنون هنايا. ان شاء الله يعني احنا باقي لنا 6 مقابلات يعني، ومقابله متاخره مع اتحاد العاصمه، وين 7 نهائيات راح ناخذوهم. يعني كي تكون يعني لا فان سيزون هذه تكون مقابلات يعني، يعني مقابلات ما نقولش مصيريات، ما لو مون بزاف قاصح مصيريه، نقول مقابله تاع كرة قدم، مي تكون مقابلات فيهم لونجو بزاف، سورتو اللي يلعب تفادي السقوط ولا اللي يلعب لي بريميرول، توجور يكونوا مقابلات يعني في القمه. وماذا بينا هنا تكون يعني مقابله تجري في روح رياضيه عاليه. هذا ان شاء الله كي تسلم تزيبه من امور كوتش. كان الفريق في المرتبه الاخيره، كانت الوضعيه تاعو كارثيه، بعدها قدر يعني يعاود يولي في لا والله حنا كي جينا يعني لقينا الفريق يعني بنقطه واحده يعني المرتبه الاخيره، وكان هذاك الوقت فريق واتسوف ب4 نقاط. يعني خدمنا ونقول مع الفريق مع الطاقم يعني المسير ولا يعني الطاقم الفني ولا الطبي ولا الادمينستراسيون، يعني خدمنا ويعني لحقنا مالغري اون اسبيري يعني ميو، كنا نسناو اكثر من هاد الشيء يعني في النقاط يعني اللي ضيعناهم. كاين نقاط ضيعناهم، ولكن يعني توجور رانا يعني اون كورس بور لو مانتيا هذايا، سورتو في لافان تاع لا سيزون هذه. ما يخفالكش دوك تبدا يعني ما كانتش يعني الميركاتو تاعنا ما كانش يعني فتره تاع الراحه، وين اونشينينا ديريكت. هذا هو يعني اللي راه بوكو دو بليسير، مالغري احنا الحمد لله يعني على كل حال ما عندناش اصابات، مي بصفه عامه يصراو دي بليسير سورتو لا فان سيزون هادي. كي تشوف لي ماتش اللي بقاو كوتش، قلت لي سي ماتش وماتش روطار مع لي سمو، كي تشوف هاد لي ماتش كو ساسوا في ليكستيريور ولا لهنا في الجي، وزيت كونفيون ماشي كونفيون؟ لا توجور كونفيون، حنا يعني ستاف تكنيك ولا اللاعبين نمدوا الثقه للاعبين، اوني كونفيون اوني توجور اون كورس، يعني راح نمدوا كاع اللي علينا باش يعني نقضوا الفريق. وكيما نقولوا يعني الحسابات نديروهم كي يخلص العام، قالوا وين خصنا هنا النقاط ما ديناهمش ولا هنايا، توجور يعني راح نلعبوا المقابلات بكل جديه يعني، ونحفزوا اللاعبين باش يكونوا في الموعد شاك مقابله ان شاء الله. جو مو كوريج كوتش، انتم تلعبوا دائما في الاكستيريور ماكش كاع دوميسي باسكو الاستاد ني با هومولوجي هكا تاع لا ماهوش هومولوجي. صافو بيناليز يعني تحس باللي راك تلعب دائما خارج الديار. والله تتفاصل ما مولا نلعبوا هنا يعني ما عندناش يعني الجمهور يتنقل ولا الجمهور يعني اللي لاخور، كاين كلك سيبورتير يعني يتحسبوا منا اللي يجوا يشوفوا الفريق، ولكن يعني بالاراده تاع اللاعبين سي فري ما عندناش الملعب تاعنا وين ريسيفي فيه، توجور ريسيفي يعني خارج ميداننا. لي زيكيب لي جو تسمى الاز ما مولا جاو هنا الاز، يعني ما عندناش مشكل في هذه، مي توجور ايتيل يعني فريق لي يكون بلا الجمهور يتو منايا بوتيتر نقول يعني لي بيناليزي، وسورتو ما تلعبش في ستادك. اليوم يعني خلاص والفنا، اليوم اللاعبين دخلنا لهم في راسهم باللي يعني كي جيت انا قلت لهم خلاص سي الفاوت، سي يعني نلعبوا في العناصر الفاوت، سي الملعب ديالنا خلاص يعني هذا نديرو في راسنا. نوطينيش تماك، نوطينيو هنا ونلعبوا فيه تماك، واش راح دير؟ هذا هو كاين بزاف يعني كثافه تاع الفرق يعني اللي يدربوا تماك، يعني اللي كرينو اللي بوتيت يعطيك واحد في السمانه اللي ما يساعدكش، ولا يعطيك على الوحده تاع العشيه ولا عطنا شونس ولا ما يساعدكش، ولكن يعني احنا نوطينيو هنا في صطادنا ونلعبوا في الملعب هذاك. بروشي ماتش كوتش سي تا ماتش سي بوا ليكم ولادفيرسير. شباب بالوزداد اللي خسر دو ماتش مع لمسي وخسر كانت في خنجله، وانتم كيف درتوا فوبا
انتم ما لازمش تخسروا وما ما لازمش يخسروا. الماتش في مونديلا هكذا نورمال مون مونديلا راه بروغرامي في مونديلا سامدي ان شاء الله على 17 سي فري بالوزده دا لامسير دو ديفات كونسيكوتيف يعني ما مالغري يعني تكاليفيو في الدومي فينال ماليسمون بعد مشاو لي دو ماتش هذوك خسروهم يعني راح يكونوا متحفسين باش يعني يفوزوا بالمقابله وحنا تاني يعني مع الفوبا اللي درناه يعني كونتر لا جياسكا احنا عازمين باش نحققوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله وهذيك هي باش تخلينا اون كورس ان شاء الله بول المانديا. مادام حكيت على لا جياسكا كوتش مباراه اثارت ضجه نوعا ما ماشي غير هنا في بن عكنون وانما في الوسط الكروي خاصه جانب التحكيم. والله التحكيم يعني لي كلوب كاع راهم يشكي وحنا انا ما نقولش الحاكم ما يغلطش ما كاش منها اليوم رانا نشوفوا باللي مام يعني بلافار يعني مام اون اوروب ولا كوب دي موند ولا لا كوب دوروب الناس تغلط مام بلافار تغلط يعني التحكيم يبقى ناتري ما كيما المدرب يغلط كاين ديك فوت فلاغرونت فوالا كاين المدرب يغلط كاين المدرب يغلط سي نورمال اللاعب يغلط مانيش عارف انا الناس قاعد تغلط ما كاش واحد اللي ما يغلط الحاكم تاني يغلط مي اليوم نقول باللي قول باللي كاين غلطات من غلطات كاين غلطات اللي تسبب في النتيجه كاين غلطات اللي تفوسي لي ريزلتا وكاين غلطات انا ما نقولش بالعاني مانيش هنا باش نجوجي لي جون مي كاينه حاجه كاينه حاجه واحد اللي يظلم واحد واحد اللي يظلم واحد ما يحسش واش راهو يحس السيد اللي ظلموه ما يحس واش راهو يحس لونترينور باسكو اليوم كي تكون مقابله تاع كره قدم الحكم او ياربيتري ماهوش حس واش راهو يحس المدرب ماهوش حس واش راهو يحس اللاعب سي سا يعني البروبليم اليوم ماذا بينا الناس تكون يغلط الحاكم ينجم يغلط سي نورمال يغلط هذا راه بنادم هذا يغلط يغلط ما يغلطش اكسبري كي تكون اكسبري سي تماك لي سافا با مي اليوم كي يغلط الحاكم ينجم يغلط الله غالب الناس راهي بالفار بالتقنيه تاع الفار وكذا والناس راهي تغلط مي اليوم نقول يعني ان شاء الله ماذا بينا يعني ما يكونوش غلطات اللي تاثر اليوم تقول لي ميسي فلاش ضربه جزاء ما شافهاش ما كذا كانت عندكم ضربه جزاء في المباراه كانت عندنا ضربة جزاء ماشي كي كنا 3-2 كي كنا 1-1 كانت عندنا ضربة جزاء كان عندهم لاعب يعني كان ينجم يخرج بطاقة ثانية يعني يخرج بطاقة حمراء يعني ما خرجش هذا لا ديسيزيون تاع الاربيت لابريسياسيون تاعو ضربة جزاء اليوم كي تكون كي نكون انايا اربيت عندي شوية اكسبيريونس نقول انا يعني نعطي مثال اليوم كي تقول لي لا ما قاسوش كي تقول لي نهضر معاك مع الاخر تحب تفهمني تحب تقنعني تقول لي لا ما قاسوش مي انا كي نكون ناربيتري ونشوف يعني الغارديا ادفيرس او ينضر من رجله صافي دير يا ان كونتاكت يا ان كونتاكت هذا هو الاكسبيريونس اللي تدخل الحاكم كي يبدا ياربيتري بليزيور ماتش تدخل له الاكسبيريونس انا ما نهضرش على حاكم بالك ياربيتري الدوزيام ماتش تاعو ولا تروازيام ماتش نهضر على حاكم اللي راهو ياربيتري النخبه ولا ليغ دو ولا البريمير ديفيزيون ياربيتري كي يكون الغارديا يعني حاكم رجلو يعني راهو يتوجه صافي دير يا كاين كونتاكت ما تقوليش ما قاسوش قول لي حاجه واحده اخرى قول لي حاجه واحده اخرى بالك انا منك اليوم انا ناحيتي كاع فوتبول انا ما نعرفش ندير حاجه واحده اخرى انا درت فوتبول افيك ما بوتيت اكسبيريونس في الفوتبول مانيش نقول انا اكسبيريونس عندي لا انا عندي اكسبيريونس صغيره وين راني نشوف انا اون طونك لاعب خلاص كملت لاعب اليوم راني في لي تيران تاع فوتبول اون طونك اونترينور اني بديت من 2010 فان 2010 راه اليوم راه كي تغمض عينيك راهي 13 سنه 14 سنه وانا في التدريب صافي دير عندنا شويه اكسبيريونس نعرف اليوم كي تقول لي تزيري الناس في لي ريزو سوسيو ولا الاخر تزيري لاح الكره الدوزيام انا ما لحت كره الدوزيام انا لحت كره واحده اللي كانوا يلعبوا بها البالون اللي كانوا يلعبوا به انا عاود رجعته ومازال الجوال هذاك ما داش لا بروف للمومو انا اللي رميت الكره باش نلعبوا فيت باش يلعب لاريال كوش ديالهم فيت رميتها من جهه حشود وين خرجت الكره الاخر رفد الكره دوزيام كره ما رفدش الكره اللي كان يلعبوا بها اللاعب تاع لاجياسكا ما رفدش الكره اللي كانت تلعب في الملعب
رفد كره واحده اخرى من عند راماسير دو بال، رفدها ولعبها، رفدها ولعبها بليس دو 20 متر اللي خرجت. انا ما رميتش كره كان يتلعب واللي حب يدير يفوسي اللعب ولا لونتي جو ولا، انا مانيش تاع لونتي جو. الناس تحب تأول يعني في لي ريزو سوسيو ولا الناس اللي تهدر مانيش عارف بالك ما شافش لاكسيون مليح. ما كانش الكره تلعب ديال لاتوش ولعب اللي حب يفوسي يرمي الكره كي تكون تلعب الكره ويرميها وين رامي يلعبوا، ماشي الكوتي اللي منا هو دار توش منا. وانا كنت رميت الكره الاولى رميتها الكوتي اللي منايا تما باش يلعب فيت، والاخر راح رفد. انا اللي رميت الكره اللي كانوا يلعبوا بها الاول، انا اللي رميتها الاول باش يلعب فيت، الاخر رفد كره مليح ولعب. هو قال لك زيري بلا ما تقبلش؟ لا 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 وما كانش فير بلاي جامي، انا جامي نكون هذا الشيء. وسقسي لاعبين عندي وسقسي لي غارديان ديالي، لي غارديان ديالي سقسيهم وين دربت كاع انايا، سقسيهم ولا كنقول لهم ما يقيسك جوال ما طيحش، ما تكون رابح ما طيح، ما دقيقه الاخرى ما طيحش، والناس كاع على بالهم. انا ما نديش كيفاش انا الكره اللي كانت يلعبوا بها انا اللي رجعتها اللي كنا نلعبوا بها. انا لو كان حبيت باش ندير اونتيجو نرفد كره واحده اخرى هو يلعب نرفد كره واحده اخرى، انا جامي درت هذا الشيء وما نديرهاش. ما منكون خاسر ما منكون رابح ما نديرهاش، ما تكسرش راسك. انا الناس تحب تمد صوره ماشي مليحه على واحد، لا لا ما لازمش تكون هكذا. عاود وري لاكسيون شكون اللي رمى الكره الاولى باش يلعب لاتوش ومن بعد الاخر رفدها. لا بروف ديجا انا كي شفت رفد كره مليح انا رحت ليها شغل انا رميت كره من انت تروح تلعب مليح. الناس تهدر وانا شفت انا لاندي الناس اللي تشوف الفوتبول اللي تشوف الفوتبول يشوف ما من الحكام. الحكام باش انا اونترينور، انا كنت جواه باش نبروغريسي باش لي كاليتي تاعي نرفدو. نشوف المقابلات كاع المقابلات نشوفهم ما اون اوروب ما في لازي، نشوف المقابلات نبقى نشوف اليوم راني اونترينور نشوف مقابلات، نشوف المدربين كيفاش يكون خاسر كيفاش يدير، يكون رابح كيفاش يدير، لو شونجمون تاعو الاول كيفاش يدير نشوف باش نتعلم. ما فيهاش عيب نتعلم نشوف. هاني شفت انا مام اربيت لازم يشوف لي ماتش. الناس اربيت كولينا اربيت راه لا فينال 2002 البرازيل مع الالمان شاف كاع لي ماتش تاع رونالدينيو، شاف كاع كيفاش يدير باش على لي فوت منايا ولا ما يسيفليلوش لي فوت باش ما يغلطوش في لا فينال. هاني شفت انا لاندي بك ماشي ما عندهاش عام. نهار تاني اللي فاتت بك مانشستر يونايتد مع كريستال بالاس في بالاس خاسرين 4-0 مانشستر يونايتد، رفد دار لاتوش المومو اللي دار لاتوش جوار تاع مانشستر خاسر المومو اللي دار لاتوش من ناد كان دوزيام بالون من في لو ميم اوندروا ما قاسوش. سي فري يقول لك راح تيقيس البالون في ما قاسوش. لاربيت سيفلا لاربيت سيفلا قال لهم نو يا دو بالون لاربيت سيفلا وانت تجي متعاود تولي والافان دو ماتش كان ينجم يخلي باسكو جوار رايح نو حبس المقابله كذا ومن بعد دار بالاتير ماشي قالوا عاود لاتوش دار بالاتير. يا كل واحد كيفاش يقول، كل واحد يقول لك كاين دي زاربيت يقول لك لا كي تقيس في الله تقيس في يدو ما كاينش بيناتي، وكاين دي زاربيت تقيس في الله تقيس في يدو كاين بيناتي، وكاين اللي يقول لك كي تضربها برجلك وتقيس في يدك ما كاينش بيناتي عند ديفونسور، كاين اللي يقول كاين اللي يسيف لي بيناتي، كاين قانون واحد، دوك ولا كاين قوانين بزاف هذيك حاجه واحده اخرى. انا حنا ما قريناش على الاربيتراج. مي اون طونك لعبنا فوتبول اون طونك رانا في الميدان ما تقوليش ما نعرفش كيفاش يديروا توش كي تخرج من لالين ارو فارو كي كاين حوايج ولا تخرج فامات ديرها في الفامات ما كاش منها. تخرج لاتوش من هنايا وديرها فامات 40 ما كاش منها. هذا هو اللي الناس حبت ترجع واحد ليماج مانيش عارف واش حبوا يديروا ليماج هذيك. نو انا خرجت الكره خرجت لي كانوا يلعبوا بها عاود رجعتها قبل ما يلعب جوار تاع جياسكا وتنجم توريها باللي قبل ما لعب جوار تاع جياسكا ماشي قال جوار تاع جياسكا لعب وانا رميت الكره في الجهه اللي راهو يلعب فيها. نو هذا سي فو والناس حبت تغلط الراي العام حبت تغلطهم. نو لا انت السيره تاعك سبقتك هذا هذه انا ما نديرش هذا الشيء وما ندير ما من كون خاسر ما من الاخر. انا جامي نقول كلمه ولا مانيش عارف والناس هي قدامي وكاين اللي راه معايا اونترينيتهم ولا ادفيرسير انا خاطيني هذا ما دنا ليا ما دنا ليك. انا راني في جهتي منا كل واحد عنده الفريق تاعو اللي يدربوا ولا اللي يورينتي ولا الاخر. انا هذا هو انا نقول صافي مع الناس
بالك يشوفوني بالك كومبورتيومون شويه نحب نفوز بالمقابلات، ولكن ولا تخرج كلمه من عندي ماشي مليحه، ولا يكون كومبورتيومون تاعي ماشي مليح. معليش كوتش، بغض النظر عن هذه اللقطه، التحكيم ماشي غير في مباراه شبيبه الغبال، حتى في مباراه سبقت فريق نجم بن عدنان. والله انا 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 تشوف لي مؤامره ضد الفريق؟ والله يعني لو كان نقول مؤامره قال الناس اعطيني لي بروف اعطيني الاخر، انا ما نقولش مؤامره، مي ماشي نحس اليوم الاخطاء اللي تعرضنا ليهم حنا، الاخطاء اللي ما نقولش بالعاني، نقول اخطاء الناس اللي تخطا في حقنا بزاف، الناس اللي تخطا في حقنا بزاف. عندنا ضربه جزاء ما تسيفلاتش، ما فيهش ضربه جزاء يسيفليو لنا كونطرا علينا ضربه جزاء. انا نقول يعني ماذا بينا الاخطاء، نعرف باللي الاربيت يخطا، نعرف باللي الاربيت يخطا، لعبنا مقابله هنايا قدام الحاكم، ها هو الماتش تاع جياسكا، تبليس انا جوار ضربوا جوار ان طاك بار دالي، خرج لنا بن شريفه 25 مينيت دو جو ولا 30 مينيت دو جو خرج من هنايا. واش راه نقول للحاكم؟ انا نقول له خرجوا بحمراء، نقول ما نقولوش انا خرجوا. مي اليوم نشوف انا حاكم اليوم صرا كوفرون ولا مش عارف سيفليت، ومن بعد نشوف سي غراف لو جوار غراف، نشوف الضربه باللي كذا، عندك ضربه تخرج كارتون روج. اليوم رانا نشوفوا في حوايج اللي ما كناش نجتها بصراحه، واحد دو ماتش ولا شفنا يعني حوايج جامي شفناهم في كره القدم، اليوم رانا شفناهم والناس بالك راهم يقولوا نورمال. انا اليوم مانيش عارف انا كيفاش الناس ولا ام كاين كومينيكي. اليوم رئيس فيدراليه تلاقى برؤساء النوادي فهمهم، ولا اللي زاربي تلاقاو باش فهمهم. اليوم نقول انا ليا نقول لي ميريتي باش يهبط، ولا لي ميريتي باش يدي شامبيون يدي شامبيون، لي ميريتي باش يهبط يهبط. هذه كرة قدم، هذه الناس انا شفنا يا صاحبي جوفنتيس وهبطوا والناس، هذه كرة قدم وهي اللعبه، لعبه سيبري لعبه فيها لونجو، فيها لي 3 بوين فيها الاخر، مي غاست توجور ان ماتش فوتبول، ويقرب الفوتبول يقرب بين الشعوب، الفوتبول يقرب بين لي سيبورتير، ما يفرقش لي سيبورتير الفوتبول، جامي لو سبور يفرق بين لي سيبورتير. جوستومون كوتش بارابور لاربيتراج، كما قلت انت لافاف اساتيت صادي تحركت باش يكون تحكيم في المستوى في نهاية هذا الموسم بعد الانتقادات اللي لا لا لا. شوف رضوان، ما لازمش يعني يكون ما لازمش يكون التحكيم لا فان سيزون، هذا فو، هذا التحكيم يكون من الجولة الأولى وراه نحكم. أنا على بالي باللي أنت حاكم تغلط، وأنت كيفاش ما تغلط؟ الناس حكام الميرو موندو يغلط، كولينا اللي كان في الطليان صاحبي ويعطوا له فينال كوب دي موندو يغلط، كان يدير غلطات، وكان هذاك الوقت بلا الفار ويدير الغلطات. كيفاش انت ما ديرش؟ انت دير عادي، دير الغلطات ومازال زيد تغلط، ومام يديروا تقنيه الفار تغلط، مام في تقنيه الفار تغلط. ها من البارح برك شفنا، البارح برك شفنا بياجي مع دورتموند تاع دامبيلي قاسوا في لالين، ما قاسوش، قاسوا في لاخر منا، لا رجل لا دروات راهي لداخل، رجل لا كوش راهي مازالت في لالين. الناس تشوف بالك سور ديزاربيت، بالك ثلاثه يسيفليو بيناتي، بالك يروح الفار يقول له لا سور لالين يسيفلي بيناتي، هذا سي هذا مفروغ منه يعني. الناس تختلف الامور، العلماء وراهم يختلفوا في امور، فهمت؟ يختلفوا في امور. اليوم فوتبول وشنو انت راك تقول لي سورتو لا فان سيزون لازم الحكام؟ انا نقول لك فو، هذه ما كاش منها، هذه لا فان سيزون لازم الحكام يكونوا ملاح، ما كاش منها هذه. هذا اللي يقول لي هكذا انا ما نزيدش ندور في الفوتبول، اللي يقول لي لا الحكام غير فان سيزون لازم يكونوا، نقول له انا ما نكون لا في الديبي لا في لافان. حاكم تكون بريمي ماتش تاع الشامبيونه ولا ماتش اميكا، الحكم ثاني لازم انت دير لي ماتش اميكو. كاين حكام ما يديروش، كاين اللي ما يديرش، يا ربيتري ديريكت بريمير ديفيزيون بريمي ماتش تاعو يا ربيتري. لا لازم لي ماتش اميكو، لازم يباتو، لا لازم ميم الحاكم لازم يكون كومبيتيتيف، لازم يباتوهم لي ماتش اميكو. دير ماتش انت دير ماتش اميكا لهنا، انت دير ماتش اميكو، لي ماتش اميكو سي تري امبورتون دوبي سيزون، لازم يواسي. دوك ولا تخلي الحاكم هكذا ومن بعد ديزينيه بريمي ماتش، او مونك كومبيتيسيون مونك الاخر، او الحاكم يجري اكثر من لعاب است،
لا ماجوريتي تاع لي زاربيتام يجيو اكثر من اللاعبين، لازم تكون فيزيكمون مليح، لازم كذا، لازم لي زاكسيون تكون الاول. راه ما نقولش مصير تاع لا ما نقولش مصير، مي الفريق باش ما يتحقرش، باسكو الحاجه الحكم جامي يحس واش يحس لونترينر، الحاكم جامي يحس واش يحس جوا اللي تنظلم، جامي يحس. ولونترينر ما يحس واش راهو يحس الحاكم كي تكون عليه ماتش ضغط. وي انت عندك ضغط وانا عندي ضغط واللاعب عنده ضغط. الفوتبول مديول هكذا، ميم اللي يجري 100 متر، 100 متر يجري وحده، يجري وحده، ما عنده لاعبين ما لا والو. اليوم عندك 100 متر تجري لي زوج اولمبيك، قال لا فينال تاع 100 متر، 100 متر عندك لا بريسيون، عندك كدا منا الضغط، منا لا كونسونتراسيون باش الاخر. هذا لو سبور دو هو نيفو سي كوم سا. الناس راهي 5 ديفيزيون 6 ديفيزيون مانيش عارف، ويقول لك عندنا ماتش واعر 4 ديفيزيون، نقولك عندنا ماتش واعر، ماتش لا بريسيون فيه. خليك بريمير ديفيزيون بروفيسيونال، سي نورمال تكون لا بريسيون، تكون الضغط، يكون يعني لونجو. هذا هو اليوم لازم احنا نوعيو الناس، لازم الناس تستعرف بالخساره، لازم الناس تتقبل الخساره، تقبل ماتشين. ماشي قال خسرنا ما لازمش نخسروا. كيفاش ما لازمش تخسر؟ لازم تخسر وتربح ودير ماتشين، هذا هو الفوتبول. ان اوتر بوان كوتش كونسيرنون التعليم تاع لافاف لي ديليغي دو ماتش. ا بروبو دي زيترونجي قال لك في لا مان كورونت في التونال. احنا ما عندناش في الفاوت، تروح الفاوت ما تلقى حتى واحد، تلقى لي ديريجو تاع ليكيب ادفيرس اكثر من تاعنا، تلقى الناس لا اكثر من تاعنا، والناس اللي جاوا الفاوت لعبوا معنا في الفاوت تنجم تسقسيهم واحد بواحد. هذا ما كان اليوم داروا تعليمه. قال لك 15 دقيقة ما يخرجوش هاد الغرباء، المباراة ما تلعبش. إن شاء الله يطبقوها، إن شاء الله يطبقوها، إحنا ماذا بينا هاد الحوايج. لازم با سوفر هاد العام هاد الغرباء هادوما. اليوم لازم نمشيو لهاد الحاجة هادي، لازم نمشيو، ولا حبينا نسقمو كرة القدم لازم نمشيو. ما لازمش نمشيو في الحاجة غير في النيجاتيف. حاجة نيجاتيف نو، ما لازمش نمشيوها. ما لازمش نمشيو في الحاجه النيجات، لازم نروحوا للبوزيتيف، لازم نقول ما نقولش نتعلموا على هذا ولا على نو، لازم نروحوا نشوفوا وين راهي الحاجه المليحه نديروها. قال خويا هاي ليك هاي ليك هاي ليك، ما خلاص اليوم قال لك هذه التعليمه نطبقوها، هاي نطبقوها، نشوفوا ابارتي بروشان ماتش ولا تطبق ولا لا لا، ما تقوليش اليوم كيفاش راه بديت انت العام تبريباري كذا من هنايا، ومن بعد تقول لي الفريق تاع بن عكنون الدرع ما لازمش يهبط. كيفاش الدرع ما دوك حنا ولا نميريتيو باش نهبطوا ولا نميريتيو؟ اني نهضر لك فوتبول، نهضر لك فوتبول، جو دي بيان، جو بريسيز بيان لو مون تاع فوتبول ولا نميريتيو باش نهبطوا. يا خويا مرحبا ولا ماشي فوتبول، هذه حاجة واحدة أخرى، تولي حوايج مانيش عارف أنا الناس كيفاش تبدا تيماجيني. أنا نلعبوا فوتبول في المستطيل الأخضر، نلعبوا تربحني نقول لك يا خويا بصحتك برافو فيليسيتاسيون كذا، أنا نمشي هكذا. لافار كوتش عبيت شارف هضر ريسامون على لافار، قال لك أبوغتيغ دو لا سيزون بروشان. لا سمعت ولا مانيش غلط، لا سمعته قال لك ما نقول لك لا بريمير جوني، لا ديزيام، لا 20e journée. Ou les matchs télévisés? Je sais pas qui fait ça. Ma femme tient à les matchs télévisés. Ma femme tient qui connaît les matchs télévisés. Automatiquement, qui dit le VAR et qu'on te matchs télévisés. Elle dit, je veux dire, بصح شحال يكونوا من ماتش تيليفيزي، شحال يكونوا من ماتش. اليوم لازم نتعلموا حاجه، ماشي نتعلموا، انا مانيش نعلم، كاين ناس كبار عليا عندهم الاختصاص في هذا الشيء، بالك سابقيني للدنيا، سي نورمال نسمع وراني نشوف. مي نشوف اليوم، انا اليوم بداو يديروا تلعب ديمونش، تلعب لاندي، تلعب ماردي، تلعب ميركرودي، تلعب جيت. اليوم احنا رانا خدامين. اليوم انت ما تنجمش تقول انت لازم تلعب غير بالسبت والجمعه. علاش تلعب غير بالسبت والجمعه؟ نلعب بالجمعه، السبت، الاحد، اثنين، ثلاث، ولا الشامبيونا فيها وي ماتش. ساس كلوب كاين وي ماتش، نقسم وي ماتش على أربعة، شاك جور ندير دو ماتش تيليفيزي، ندير دو ماتش تيليفيزي، وأبارتي أنا اليوم راني نشوف لونجلتير باغ إكزومبل. تقول لي أنت لا دوك حنا على بالك واش يقولوا في الجزائر، دوك يعني نهضر نقول لك لونجلتير، أنت تروح لونجلتير.
وين حبيت نروح؟ وين حبيت نروح؟ اليوم لو 36 جورني في لونجلتير، مانشستر مازال عندهم ماتش روطار، مانشستر سيتي ماهمش يقولوا اسمع باسكو حنا واش عندنا النية تاع لا لا لازم نلعبوا في وقت واحد ولازم نلعبوا نهار واحد ولازم لاربيتي سيفلي في وقت واحد ولا كاين دو جورني ولا وي في الانجليز دو جورني الاخرين يلعب في وقت واحد يلعب بالاخر باش ما تفوصيش باش ما تفوص مع سانكيام جورني اصلنا سانك جورني لافار لعبوا نو اليوم كي نديروا الفار شاك جور دير دو ماتش تيليفيزي راك تشوف بالفار كان جمعة السبت الحد اثنين انا اهل اختصاص هما يديروا هذا الشيء كيفاش يديروا لا بروغراماسيون كي تقولي اليوم نديروا لافار اصلا هذاك ستاد ما نجموش هذاك ستاد ما نجموش هذاك ستاد ما نجموش يعني ما تحبش ديبلاسي يعني نوتر ستاد هذا لازم نديروا كاي دي شارج ونمشيو فيه باش نافونسيو سي كوم سا اليوم الحمد لله راه كاين لي ستاد راهم يتبناو راهم قريب يولوا اوبيراسيونال كاين اللي راهم اوبيراسيونال كاين اللي راح يولوا ان شاء الله نمشيو على هاد الصفه هادي باش حنا لينا ميم حنا انا اليوم راني اونترينور وغدوا نحبس خلاص انا راني فانت كاريير نحبس نروحوا لتلات يجوا جيل مورانا هما يلقاو الحاله مليحه هذا ماك بالك كان تي ميساج كوتش لي زاربيت اللي راح يربيتري ولي ماتش تراكم في هاد لا فين سيز واش ما نعطيهمش ميساج اليوم اربيت راهو هو ولا كوتش تاعو ما يحس لا بالجو ما معنى ما نحس واش يحس هو كي يدخل يربيتري ماتش يبدا اليوم انت اربيت راك محمي راك محمي فوق الملعب ولا اون دور الملعب ولا كي تجي راك محمي يعني نقول لك انايا لاربيت جام يحس واش يحس اونترينير بوندون 15 جور هو يخدم انا نقول لك بوندون 15 جور هو يخدم ما نقولش جو دي بيان ما نقولش اليوم نقول لاربيت كي يغلط الله غالب غلط هو كي يعاود يشوف ماتش يغلط كي يغلط وليكيب تخدم بوندون 15 جور واربيت غلط مسكين الله غالب ما شافش ما سيفلاش بيناتي لابريسياسيون تاعو سيفلا بيناتي في لابريسياسيون ما كاش بيناتي غلط 15 جور تاع خدمه تروح هكذاك برك في 90 دقيقه ولا في اكسيون واحده تروح ومن بعد الجوال كيفاش يحس روحو لونترينور بوندون 15 جور ويكسر راسو قال ندير هاد الحاجه درتها اكسبري على جال باش تربح مقابله درتها اكسبري باش نقرب للغارديان ادفيرس قال هذا غارديان يخرج بالبالون ويعطل لازم نروحو بريسيوا وتوجور كي تشم باللي راح يمد للغارديان انت وين تكون لازم توجور تكون قريب لا ديستونس قريبه باسكو الكارديا كي يدير كونترول تاعو يديرو طويل شويه باش انت كي تبريسيت نزيد دير صافي دير الخدمه هذه اللي خدمناها بوندون شحال في غلطه واحده راح راني نقول في غلطه مانيش نقول حوايج واحد اخرى راني نقول في غلطه واحده تروح هاديه كيفاش يحس المدرب اللي خدم قاعد ديك السمانه ولا ديك كان جو ولا دي جو والجوال كيفاش يحس هذا هو كل واحد لازم انا نيماجيني واش راهو يحس هذاك وانت تيماجيني واش راني نحس انا وهذا انت تيماجيني واش راهو يحس اللاعب سي سا هذا هو باش نكونوا مكتملين باش انا ما نظلمك وانت ما تظلمني وتكون والغلطه تيريح ما غدوه دير 600 الف فار في ستاد تكون غلطه تكون غلطه هذا ما كان تكون غلطه تكون غلطه قبل ما نختموا كوتش نسكسيوك على الفريق تاعك السابق اتحاد العاصمه الذي تعرض من طرف الكاف راهو ينتظر دائما قرار طاس بانصاف والله اليوم سي با لا بريمير فوا اللي لا كاف ظلمت فريق الجزائري ولا الفريق الوطني سي با لا بريمير فوا اليوم يعني لا ديسيسيون اللي خداوها اتحاد العاصمه يعني ب لافير هذيك تاع لو مايو نيمبورت كيل كلوب يعني نيمبورت كيل كلوب في الجزائر تروح نابول بوتيت لو كان طاحوا بن عكنون ولا نهار اول موسم اللي راهو يلعب في بريمير ديفيزيون جامي يلعب بريمير ديفيزيون وربما يلعب كاس افريقيا الانديه ولا كاس لا كاف ولا لا بريمير فوا وتقول له لا مثلا اول واحد اللي يقول ايه ما نلعبش انا ما هما يمشيو كاع ما يلعبوش هذه مفروغ منها هذه يعني حنا عندنا مبادئ اللي ما لازمش نبدلوهم هذا ما كان وليش ما راهي خدات كاس الكونفدراليه العام اللي فات لاكاف وزادت لا سوبر كوب
يعني احنا ما راناش كيما نقولوا اتحاد العاصمه ولا لا بريمير فوا نلعب تيمي فينال ندير لا فينال. لا لا انا ما نلعبش وخلاص هذا ما كان وما يديروا. رانا نستناو توجو لو فيرديك هذايا وقتاش ايزون بروغرامي جو سي بلي ايزون بروغرامي لو 12 لا فينال الديساتور مي اليوم انا نستناو هذا يعني الفيرديك وما مولا خلاص تلعبت لا فينال لازم نلقاو حل باسكو اليوم العام الجاي كاين فرق اللي راح يبارتيسيبيو لازم ملدوك مع لا فيفا مع يعني مع لي زانستونس اللي مستكلفين بهذا الشيء قال حنا هاوليك حنا الموقف تاعنا الجزائر هاوليك كيفاش لازم كذا باش غدوا نجموها. واليوم راني نشوف باللي تاع جيمناستيك ما مشاتش الاخر كاين فريق الاناث يعني موان دو 17 راح يمشي يعني يلعب كاليفيكاسيون لا كوب دي موند. الفريق تاع الهوندبول موان 17 اللي انسحب اليوم نقول يعني نقول لازم لي زانستونس يشوفوا ما مولا المقابله هذه راحت ما من نستناو لو طاس هذا واش راح يقول واش راح ما يقولش. مي اليوم لازم لي زانستونس ياخذوا ديسيزيون البلو طار العام الجاي عندنا في فرق اللي راح يبارتيسيبيو ك يعني سوا تشامبيونز ليغ ولا كوب دلا كاف باش نلقاو حل هذا المشكل هذايا. هما يلقاو الحل ماشي حنا، حنا الحل عندنا، حنا الحل قال تجي هكذا حنا بقى على خير، مي هما لازم يلقاو لا سوليسيون. نختموا بليكيب ناسيونال كوتش كيما بيتكوفيتش لو سيليكسيونور زاركم لهنا في التدريبات. التصويره تاعك معاها لا في لو تور تاع لي ريزو سوسيو. بلال زيري 10 سنين في المنتخب الوطني كلاعب يعني تقدر تعاون هذا هو بليش شويه اكثر من 10 سنين ان شاء الله. والله يعني المدربين هنا في يعني البطوله المحليه يقدروا يعاونوا الكوتش بارابور لي جوا لي ميريتي بارابور. لا والله بصفه عامه اليوم راه اونطرين ناسيونال اليوم سيبري بوتيت علاه اليوم هو سي تاني ترونجي اللي جا للجزائر يدي من عندك يدي من عند هذا وربما راه في الفندق ولا راه ولا يجوز ينجم يدي على واحد يقول له كوتش منا يسمع مي ما راحش يدير واش تقول له انت مي يسمع قال كاين واحد جواليه ولا كاين منا ولا ملعب ليه مليح ولا الملعب خمسة جويليه ولا نيسو مونديلا ولا غدوه تروح تلعب لي كيف تيزي وزو ولا تلعب في وهران ولا تلعب مانيش عارف انايا وين بناو الملاعب هذا غدوه في اضرار يبنيو ملعب كبير العشب الطبيعي ويكون ان كرون كومبلكس لتماك بالفنادق خمس نجومين. الفريق الوطني تاني لازم يلعب لتم ولا يروح لتم راس ولا يروح البشار كيبنيو ملعب ويكونوا الفنادق تروح تلعب كيما كاين دوتر بي لي ليكيب ناسيونال تاعهم تلعب هنا تلعب ان بو بارتو ما لازمش يلعبوا في جهه واحده. اليوم تلعب في قسنطينه عنابة تروح تلعب ان بو بارتو. اليوم يعني لونتينو ناسيونال يعني دار جولة على الفرق هذوما وقصر مع المدربين يعني كل واحد عنده النظرة تاعو هو عنده نظرة سي نورمال يعني النظرة تاعو عامة وين عنده ان بو ديكسبيريونس ليكيب تاع لا سويس ولا يعني لا زيودروم وكذا يعني عنده تجربة في يعني في الميادين سواء كلوب ولا سيليكسيون وانت تمد يعني النظرة تاعك على الفوتبول ناسيونال راهو يروح يشوف يعني دي ماتش وياخذ نظرة كلش على الجزائر. سي فري لا بيريود اللي جا فيها حساسة شوية ابري يعني لي دو زيشيك تاع سوا كوب دي موند ولا لا كوب دافريك اللي فاتت حساسة لعب لي دو ماتش يعني لي دو ماتش تاع لي دو ماتش اميكو لا دانيير فوا. مي اليوم يعني ابارتي الشهر الجاي يعني ما بقاش بزاف يعني ما نروحوا لي ماتش لي دو ماتش هادو ما حساسين بزاف ان شاء الله. يعني الفريق الوطني تاعنا نتمنوا له غير النجاح ان شاء الله يعني اوني بيان بارتي نقولوا اوني بيان بارتي بور لا كوب دي موند يعني دو ماتش سي بوان يعني نقول الماتش هذا اللي راهو جاي تاع لا غيني يعني يكون حساس يعني وين لازم يعني نفوزوا به باش ناخذوا لافونس والماتش الاخر تاع وين ما راحش يلعبوا يعني في بلد واحد اخر راح يلعبوا في صادوم جو كروا لو دوزيام ماتش
اليوم يفو بيان بريباري هاد لي ماتش هذا، ورانا نشوفوا باللي يعني لي ماتش اون افريك يعني ما راهم ساهلين كما كانوا يعني كري اليوم، راه يعني الفرق يعني اللي تقول هاد الفارقه ما كانش لي ماتش ساهلين اليوم، لي ماتش كاع يعني يكونوا يعني صعب على الفريق الوطني. نحضروا كما ينبغي باش نمشيو لكأس العالم هذه ان شاء الله. بارك الله فيك كوتش، حد موفق وربي يوفقك ان شاء الله. شكرا على الاستضافه هذه، ولا انا استضفتكم هنا في الصطاد يعني، ونبلغوا يعني الشعب تاع الجزائر، نقول يعني لي سيبورتير بصفه عامه، اليوم كره قدم الا هي كره يعني الا هي لعبه كره قدم، سي فري فيها لونجو منا، انا نقول بين لي سيبورتير لازم يتحدوا. اليوم رانا بلد واحد وبلادنا يعني نقول مليحه في كلش، مي اليوم حنا شعوب الشعب تاع الجزائر لازم يتحد، يكون خاوه بيناتهم، مقابله ما تخسرش بين لي دو غاليري، محال تخسر بين لي دو غاليري مقابله كونترار. يعني انا كي نشوف بكري كيحكيوا لي بكري وانا ما كنتش بوتيت كنت صغير منه، يقول لك لي دو غاليري يحو كيف كيف، يقول لك كي كنا نروحوا صلاد الفاوت يقول لك ماشي في تريبيل، يريحوا في هذيك في لابيس منه يديروا دي بارو باك ويريحوا يشوفوا الماتش، يقول كي يخلص الماتش ما يروحوش هاك، كي خلص الماتش يدوروا يعاودوا يخرجوا الاخر. هذه حبينا نعاودوا نشوفوا هاد الحاجه، حبينا نشوفوها في الملاعب تاعنا، الملاعب تاعنا البارحه راني شفت وين ام ماتش دو فوتبول تاع دومي فينال تشامبيونز ليغ اللي سوا دي مليون دولار، وين خسروا باريس سان جيرمان في ستادهم، اللاعبين راحوا لي سيبورتو تاعهم الناس قاعد تصفى، اونكور باريس سان جيرمان نعرفوا الفيراج هذاك وكذا، من الناس قاعد تصفى ولا يعني شفنا يعني ضربوهم ولا كسروا كراسه ولا الناس قاعد تصفق. حنا حبينا نشوفوا هاد الحاجه في الملاعب تاعنا، هذه هي اللي نتمناها ويتمناها كل واحد، مام حنا اليوم انا هنا وغدوه نروحوا لي جمهورنا لازم يلقاو نبنيو لهم حاجه مليحه، قالها وليك الفلومبو اللي خليناه حنايا ونمشيو حنا نروحوا ما نزيدوش ندوروا في الملاعب، ويجوا مورانا الناس يلقاو الحاله مليحه والفوتبول تاعنا يمشي ونروحوا البروفيسيوناليزم يعني باتم معنى الكلمه، هذا هو اللي نتمناه ان شاء الله. شكرا كوتش. شكرا.